اساس ان اعتقد اكثر الناس الحين سهرانه، اللي بيصوم اكيد راح يتسحر بعد ساعه ساعتين، فيفضل ان نسوي الحين اللايف. وهذا كان طلبكم انتم ان اللايف يكون عباره عن اسئله واجوبه، فراح نبدا معاكم مشوار الاسئله والاجوبه. قبل كل شيء نوريكم ابطال الحلقه كالعاده، كريم سودا كندراي وحلاوه التوبريلين، ولا شو هي توبريل، انا دائما صعب علي هذا اسمها توبليرون. طبعا قبل كل شيء، اول شيء انا تاخرت عليكم في البث بسبب جاني اتصال مهم واتصال جميل صراحه. جاني اتصال من الاستاذ الفنان النجم الكوميديان الكبير الاماراتي عبد الله زيد. تعرفون عبد الله زيد اللي هو مثل في حدك مدك ومثل في افلام اماراتيه مثل عوار قلب وحاليا فيلم في الابيض، اتصل فيني قاعد يهنئني على القراءه اللي انا قراتها حق فيلمهم فلفل ابيض. تخيلوا انا فلفل ابيض اعطيته 2/5 وهو اتصل فيني يهنئني ويقول لي اشكرك على هذا النقد البناء واشكرك على كل ملاحظاتك اللي قلتها على هذا الفيلم. وصراحه اثلج صدري كلامه، وكان كلامه جدا مهم بالنسبه لي انا، وحسيت يعني فرحة صراحة أن الحمد لله عندنا ممثلين في الإمارات، عندنا السينمائيين في الإمارات يتقبلون النقد البناء ويتقبلون الكلام من الناقد ويتقبلون أي رأي يطلع من المشاهد ضد فيلمهم، والحمد لله وشكرا جزيلا. عمار كونك أبو سير، كونك مخرج سينمائي قبل ما تكون ناقد سينمائي، أيوه صح. شو هو السؤال؟ بس أنا ترى على فكرة الأسئلة راحت عني. الله يعافيكم، خلينا نفتح هذا ونبدأ معاكم مشوار الأسئلة، لان انا اللي فوق ما اقدر اروح له الحين، اللي بيسالني يرجع مره ثانيه. نبدا مع اول سؤال من روس لامر، تقول لي ما في امل في سيدهارت ينجح او يتقبلوا الهنود؟ والله شوفوا سيدهارت مالهوترا مشكلته انه هو ثقيل امام الشاشه من حيث الافلام البوليووديه اللي معروفه اللي فيها الكوميديا اللي فيها الحركات، هو ثقيل فيها، يباله شويه كم ورشه، يباله كم اهتمام في نفسه عشان يرجع بقوه. مو دائما لازم يمثل دور الغضب، الغضب اوكي حلو، لكن في نفس الوقت لازم يكون عنده شويه اهتمام في الاداء. انا فارون ليش كنت اقول عليه احسن؟ فارون يعني فليكسبل يعني ينعجن بسهوله. طبعا فور بوليوود فان، ليش رامبير وعليا ما اخذ جائزه افضل مثله بالوطني؟ والله ما اهتميت في هالجوائز انا، سامحوني ما اتكلم في المواضيع هذه. بسون في حساب يخص بوليوود اتوقع يهاجمك، ما اعرف عاد انا اللي يهاجمون يهاجمون، انا ما يهموني اللي يهاجمون. ام ار اوكي. عمار، هل من الممكن استاذ عمار طبعا مخرج بحريني والنعم فيه من المخرجين المتميزين وصراحه فنان، استاذ عمار هل من الممكن ان ترجع السينما في فيلم طويل يكون دارمندر بطل؟ والله ادعي لي، بس انت تدعي لي بكل قلبك، وخاصه تروح عند عين عذاري وسوي لي دعاء ان شاء الله اسوي له فيلم يا رب. افضل مخرجين بوليوود، فارف انا سويت وايد حلقه عن الموضوع افضل مخرجين بوليوود، حاليا افضلهم انا عندي راجكومار هيراني وراكشب كاول مراتب. عفور، شو توقعاتك في المسجدات الجديد؟ السجدات فيلم هو ريميك حق فيلم تامل، كان تامل اعتقد جيد الفيلم، لكن المشكله الفيلم فقير من ناحيه العمل، هذه المشكله. افضل فيلم دارمندر، وايد افلام يا بن كوبس، وايد افلام. افضل فيلم يعني في مسيرته ستيا كام كفيلم فني وكفيلم تجاري شولي، اما وايد افلام راح نتكلم نغوص فيها ما نقدر نتكلم الحين في هذه الفقره السريعه. حمد دون، رايك في تجربه اخراجيه لسني ديول او اجي ديفغن؟ اجي ديفغن عمل تجربه اخراجيه لفيلم يو مي ار توم اللي هو ريميك حق فيلم امريكي اسمه نوت بوك، فيلم ما نجح تجاريا لكن هو اخراجه كان جيد. سني ديول ايضا عمل فيلم دلقي، كان فيلم ايضا ما نجح بس رومانسيا كان فيلم جيد، وننتظر منه شيء عدل يعني ان شاء الله هالمره. لو كنت مخرج بوليوود اختار ابطال فيلمك الاول اوم ديكسيت في العنصر الرجالي دائما وابدا في بالي دائما دارمندر، طبعا دائما دارمندر صراحه، وبعدين ممثلين المبدعين امثال عامر خان واحد منهم، ممثلات طبعا ما ادري دكشت في بالي دائما. صبرينا، سيدهارت ينفع له دور بودي جارد، دور سواق ما ينفع بطل. صبرينا. بين قبل افضل فيلم انا قلت لك مين بعد معانا؟ شكرا على ردك جبل، العفو يا بن.
اوكي منو سدهارت ما اعرف منو سدهارت سدهارت مال هوترا روز لا مره صابرين حبيبتي سوري مو قصد الدخل بس ليش سيد ما ينفع بطل بالعكس عندك المقومات وعليكم السلام يا ريس خلينا نفتح الحلاوه يا جماعه الخير بسرعه يا اخي حرت هذه السمونه كريم سودا هذا كان دراي ما ينفع تشربه هو يحر يعني لازم يكون وايد بارد ما اعرف زين شبيب هلا بشبيب شو اخبارك بريس لو ما في مباراة كان زمان في لايف الحين بيبدأ شغل ثاني وأي مباراة ما أعرف والله حد يشوف مباريات اليوم يا أخي ما يحتاج ريح نفسك إكس شاهد صح وهنا الله يخليك يا إكس شاهد باكر ما بطلع لايف آسف يا ريس باكر شو تمام ما بتعيد يوم الاثنين ولا شو فار بوليوود لا ما قصدي مو سدارت لا قصدي روز قصده فيلم سدارت وعليكم السلام لولي اسولو معاكم ليفربول ما مهتم ما تم مباريات هاي الله يعافيك يا ريس وعليكم السلام يا رويل اسك بنعيد اكيد اوكي بصبرينا عادي روز خذي راحتك سدارت محلى هو ساكت ما يشتغل على نفسك ممثل جامد اخوي حمد هذا سهور ولا بعده سهور ولا بعده ما فهمت انا سؤالك يا خلفان او خليفه ما فهمت يعني لازم يركز على الادوات الفنيه صابرين انتوا بعدكم تتكلمون على سدارت ما في اسئله قلتوا لي سؤال جواب ترى ما اشوفكم تسالون ياسين ما هو رايك في خبر الفنان شاروخ خان سوف ينتج النسخه ريحوني يا جماعه الخير يا جماعه الخير الخبر اللي حتى لا مش اكيد يوم بيكون اكيد راح اقول لكم رايي الخبر بس منتشر مثل كيف اقول لك ذبان في كل مكان يقعد عند حساب ويقولهم يلا اكتبوا هذا الخبر الخبر مش اكيد الخبر اللي حتى الان عليه علامه استفهام علامه تعجب لحتى الان لا شاروخ خان صرح ولا اي شركه من الشركات صرحت ولا نتفليكس صرحت انها باعت الحقوق فيوم بيصرحون 100% في حساب شاروخ خان بتشوفونه ذيك الساعه بنتكلم ان شاء الله هل حصلت على دعم الاعلام مثال 5424 لا ما يا بن ما حصل دعم مرحبتين سامي عفور سيد ممثل مقوماته خفيفه شوي شفت اعلان فيلم كانجنا الجديد 2020 لا ما ادري ما شفته يا خلفان مع انه هو شو الاعلان بيكون اكيد تيزر سريع لان الفيلم راح ينزل في 2020 تو الناس مستعجلين على الاعلان ما اعرف ليش فار بوليوود افضل مغني مغنيه في بوليوود حاليا طبعا ارجيت سينغ حاليا افضل مطرب مطربه ما عندي اختيارات صراحه ما عندي اختيار السوديني تشوهان شو اسمها هي افضل شيء عندي بالنسبه لي صابرين ايش شكله سدارت نجم السهر ورد ما هو اكثر فيلم متشوق له اكثر من اكشور ارجو انا اللي متشوق له فيلم هذا ساند كي اك اللي يقول عليه ساند كي اك مال تابسي بانو وبوي بنديتكر هذا ما ادري احس في شيء الفيلم هذا وطبعا ويشال بردواج وراء هذا الفيلم هو مخرج معروف هو منتج الفيلم فأنا منتظر هذا الفيلم هدامي ممكن رأيك وتقييمك للممثلة هند صبري وهل بلغت النضج الفني ما هي الأعمال التي تراها التي أبدعت فيها في هند صبري خلاص وصلت النضج الفني من زمان من بعد أصلا من بعد عمارة يعقوبية أنا أعتبرها وصلت النضج الفني لأنها عندها أداء قوي وإذا تسألين عن أدوارها الجميلة من ضمنهم فيلم أسماء إذا حد شاف الفيلم هذا جميل جدا اللي يتكلم عن مرض الإيدز ويتكلم عن وحدة عندها مرض جاها عن طريق زوجها بالخيانة وعندها لقاء تلفزيون تبى تتكلم في هذا الموضوع جدا جميل هذا الفيلم من أفلام الرائعة اللي اعتبرها في السينما المصرية بطولة ماجد الكدواني وهند صبري أداء جميل جدا من هند صبري في هذا الفيلم لا تفوتونه إكس شاهد كيف قدرت تتعلم اللغة الهندية أدري من الأفلام بس أقصد
كم تقريبا خذت معك؟ خذت معي من الطفولة، يعني الطفولة نحن ما كان عندنا شيء هنا، لا سوشيال ميديا ولا يوتيوب ولا غيره، نحن كنا نلتهي مع السينما، كانت السينما قريبة أروح لها مشي، وقعد في السينما فترة طويلة وشوف أفلام هندية، غير أني كنت أشتري مجلات بالأردو اللي هي قريبة للغة الهندية وأنا قاعد أقراها، فثقفت. ولا لا تنسى أنك تكون لبنة في العمر اللي هي تقريبا من 8 أو 9 سنوات، ليه ما تصل 15 سنة، هذه الفترة جدا جميلة على أساس تنمي مواهبك فيها، سواء لغة سواء كان أي شيء. فهني كانت عندي القدرة في تعلم اللغة هذه وتعلمت الحمد لله. خليف، هل فيلم أكشي راح يحقق نجاح مع فيلم الجديد؟ أنا توقعتي أنه راح يحقق نجاح كالعادة، اللي هو النجاح اللي متعودين عليه من أفلام أكشي كومار، مش أكثر من ذلك. شو رأيك في الممثل رنبير كابور بن؟ سؤال واضح، سؤال يعني معروف جوابه، أن أنا رنبير كابور يعجبني وايد، يعجبني مو على أساس أنه في بيني وبينه محبة أو شيء خاص، يعجبني أنه هو أصلاً قدر يغلبني، قدر يطلع مكنونات تمثيلية. يعني على أمسات أنا قاعد أشوف لقطة من شاروخان في فيلم من أفلام القديمة في التسعينات، أعتقد هو الفيلم كان دلوالي دونيلي جاينجا، في لقطة يوم كاجول تزعل أو تخاف، تفكر أنه هو نام معاه ورقد معاه، فهو يحاول يقنعها. فأنت تشوف أداء التمثيلي في هذا العمر من شاروخان، يعني معناته عنده شغف، عنده شيء كذي، جوع انه يمثل. فهذا الجوع ايضا موجود في رنبير كابور، موجود في رنبير سينغ، موجود في فارون دهون، موجود في شاهد كابور، موجود في هذا الممثلين. فعشان كذي انا امدح الممثلين، عندهم شغف يبي يأدون. فانا رنبير كابور يعجبني وايد، يعجبني وايد. وعليكم السلام ورحمه الله وناصر. دي ما جاوبت على سؤالي، من تشوف من جيل الشباب له مستقبل كبير؟ مو شرط شخص واحد. دي من جيل الشباب، انا اعطيتك الاسامي، شوف لا مباشره سالني هذاك السؤال عن رنبير، وقلت رنبير فارون، شاهد كابور، ايوشمان خورانا، فيكي كوشال، هذا الجيل الشباب اللي انا متوقع لهم توقعات كبيره جدا، وهم ما شاء الله ما مقصرين. يعني اومي اكس، اقترح انك تستمع لاغاني ريكا بهاردواج، زوجة المخرج فيشال بهاردواج. كيف لأغاني ريكها باردواج؟ والله ما أعرف، أنا صراحة أول مرة أسمع عنها. فور بوليوود فام، رايق بصوت وغناء شريا ونيها وتولسي، أنا تجبني شريا كوساب. أما نيها من نيها وتولسي من ما أعرف. منيح يا عيني صبرينا. ما هو رايك في محمد رمضان اللي سوف يعرف في يوم عيد الاضحى؟ محمد رمضان عنده فيلم في عيد الاضحى، عنده الكنز. الكنز مو بطولة محمد رمضان، مو بطولة محمد سعد ايضا وهند صبري في داخله. الجزء الاول كان فيلم حلو، ان شاء الله الجزء الثاني يطلع فيلم حلو. هل بترفع البث بعدين؟ اي ام ساكس، يس برفعه. شو ما بتقعد معانا يعني؟ شحال اخوي حمد؟ الحمد لله ناصر بخير. لولي، خلينا على السينما الهندية فقط افضل. لولي، ما رايك في هيومالي زوجة البطل دارمندر؟ هذا آشة تسألي هيومالي، من ديفا اللي يسمونهم الممثلات اللي ما ينسون لمدى الحياة او الخلود السينمائي، فهيومالي واحدة منهم، امثال نرجس، امثال مادوبالا، امثال ريكا، وكذلك هيمالني، وكذلك مادوري ديكشت، هذا اللي ما ينسون، فهذا اللي موجودين يعني للخلود السينمائي، للتفكير انك تفكر فيهم تقول هذا اللي ديفا سيري ديوي، فما ينسون. الامي، خف علينا يلي مرابع ولد كابور على مين؟ الامي الاميري خلفان، متى عرض فيلم تامر حسني؟ المفروض ينعرض في العيد. هل هو بيتأجل؟ لأن حتى ما نزل الإعلان الرسمي كامل ماله. سيمولين، ما هي الأعمال التي انعرضت على شاروخان وعامر؟ ما في أعمال انعرضت عليهم، ما في أعمال. هذا العمل اللي قاعد يقولون إنه هو ريميك حق فيلم تامل فيكرم بيدها اللي بينعرض على عامر خان، حتى الآن ما تم تأكيد عليه، إلا الآن ما في تأكيد عليه.
سعيد، شو هو فيلم الموسم برايك؟ حتى الآن أنا أفضل فيلم هالسنة في بوليوود عندي غالي بوي مال رنفير سينغ وآلية بهد. دي ايتين أيضا من الممثلات الشابات تشوف لها مستقبل كبير. ديبيكا آلية بهد، أنوشكا شارما، كانغنا رانوت، مين بعد؟ هذا اللي أنا أشوفهم يعني لهم يعني مجال كبير، خاصة أصغر واحدة فيهم آلية بهت يعني راح تمشي مشوار أطول بعد. دي أوكي، نيها ككر أنا ما أعرفها يا فار بوليوود. روز، فيلم سيدهارت مال هوترا يذكر بفيلم تشاندرا شاندار لعالية وشاهد، حسيت نفس الشيء من الإعلان، ما بعرف إذا توافقني الرأي. بالعكس فيلم شاندار إعلانه شاندار، اسم على مسمى، إعلان قوي وإعلان حلو من ناحية الصورة البصرية. أما إعلان فيلم سيدهارت وبارينيت من البداية تحس إن هو فيلم تعبان من الإعلان، وبالأحرى بالنسبة لي كان قبل ما ينزل الإعلان كنت متوقع إنه بيكون فيلم من الأفلام السيئة، لأن حطيته في الكاتيجوري الأفلام اللي ما تتشهد صراحة، لأنه ما في شيء جديد من فكرة الفيلم، تحس انه ما في شيء جديد، وسيدهارت مش مكانه هذا انه يمثل هالدور. فللأسف فيلم تعيس وسيء، وجاتني ملاحظات من الناس يقول لا انت قاعد تهاجم الفيلم والفيلم ما نزل في الانزل. اوكي الفيلم نزل عندي انا شفته، واذا ما تصدقوني شوفوا الهنود شو سووا في الفيلم، ما قصروا معاه عطوه حقه، فيلم جدا جدا سيء. ناس شو رايك اخوي احمد يسوون فيلم غضب الدرمندر يمثل سلمان خان دور الدرمندر؟ والله حلو صراحه لو يسووا له ريميك هالفيلم. سلمان خان بعد يليق عليه الدور هذا، بس سلمان خان الحين هالدور ما بيليق عليه لأنه عشان العمر، ممكن شوية يبالي شوية واحد مثل أصغر منه. ياسين، هل تعتقد أن مثل برباز هو بطل فيلم ساهو له موهبة التمثيل؟ نعم عنده موهبة التمثيل، أنت ما شفت موهبته في فيلم باهوبلي الجزء الثاني؟ واضح الموهبة واضحة عنده، جيد جدا الممثل. آيم ساكس، وين اختفت الممثلة اللي مثلت مع شاروخ خان في فيلم دلسي؟ منيشا كويرالا قصدك؟ موجودة موجودة وراح تمثل فيلم مانس جدد إذا هذا قصدك، أو بريتي زنتا. بريتي زنتا وقفت عن تمثيل فترة طويلة. لوري سورديوي، شو بلاها عفور، ليش ما راح ينزل فيلم أحمد حلمي في العيد؟ راح ينزل بعد العيد بأسبوعين، لأن التوزيع عندنا للأسف يوزعوا الأفلام على حسب الربح، فهم خايفين أنه ينزل الحين هذا مع فيلم ولاد رزق ويصير الربح منقسم، وهذا انا اشوفه غلط، مش عارف انا شو سالفتهم. الممر على فكره ما جاب ارباح كثيره في الامارات لسبه التاخير، الفيلم احترق يعني، كل واحد شافه عن طريق الاونلاين، في قنوات تنزلها في الاونلاين واحترق الفيلم. هذا الخوف، بس الحمد لله مش تاخير وايد، يعني اسبوع وكم يوم راح ينزل ان شاء الله فيلم احمد حلمي. صالح، استاذ حمد تسمع لك كشور كومار كثير، أحب كشور كومار وحمد رفيع، بس أنا الحين هنحط أغاني كلها أغاني ما من حق مثل واحد، اللي بيعرف بيخبرني بعدين. فار بوليود، ما بعرف ليش ما لما أشوف بثك أضحك، ليش اللي يضحك يا فار؟ لميس، أعطينا رأيك على الجوائز الهندية الوطنية. والله أنا ما أتذكر شو الجوائز اللي صارت اليوم، بس سمعت إن في جوائز جاية، بس مجرد يعني حق أوري بيكي كوشال. ليش هل على أساس أنه يمثل دور وطني؟ عشان كذا أنا الجوائز الوطنية ما صرت حتى أهتم فيها، لأن هي جوائز صارت تأخذ مو على موضوع، بناء على موضوع التمثيل أو الأكاديمية التمثيل أو الأداء التمثيلي، يأخذون على حسب أنه هو أدى دور وطني ولبس دريس عسكري، وهذا شيء أنا ما يمشي معي. عفور، مانيشا رجعت وهي كان فيها سرطان واختفت تعالجت؟ نعم، مرحبتين فهد. لولي، الآن شاروخ خان صدر عام 2017 تقريبا فيلم دلوال، تابعت الإعلان قبل صدره والترويجات لكن ما شفته بعد، ممكن رأيك بهالفيلم مهم؟ فيلم دلوال صدر في 2015 الفيلم هذا، وفيلم جدا سيء وفاشل فنيا وكذلك فاشل في البوكس أوفيس يعني في الهند. شاروخ خان اضطر أن يرجع مبلغ حق الموزعين بقيمة تقريبا 40 كرور، رجع لهم إياه لأنه في فيلم خسران يعني من ناحية التوزيع. علي عفور، أتوقع علي ما راح تستمر وايد هاتوقعاتك.
ليش هي راح تتزوج تحمل وتيب أربعة توأم يعني مثلا في توقعاتك الشخصية يا عفور؟ انتصار ممثلة تركية هاند تدخل بوليوود، والله ما عارفة مين هذه هاند فار بوليوود. فار رأيك بكاترينا حاليا؟ كاترينا من زمان وحاليا هي يعني اللهم تغييرات بسيطة صارت فيها. نيويورك من أفلام الجيدة، أدت فيها شيء جيد، حتى فيلم فتور كان لا بأس دورها، بس إن هي ما تقدر بعد تأدي أكثر. ممكن حاليا بهارت الناس تغنى فيها، لكن بهارت بعد نفس الشيء ما نقدر نقارنها مع أدوار مثل دور كانغانا في فيلم الأخير، ما تتقارن. نحن نبغى تجسيد للشخصية بكامل أعماقها، هذه عندها إشكالية شوي نوعا ما. كاترينا كيف، بس كاترينا كيف جميلة حلوة على الشاشة وتركب يعني مع أي ثنائي، مع أي ممثل، أي ممثل الصغار جدا، بس تركب من جيل رنبير إلى سلمان، آمر، شاروخ، تقدر تمثل معهم تشكل على راحتها. آشا في رأيي لم يوجد ولن يوجد أفضل من الثنائي دهرمدر هيماني، ثنائي رائع لين تذكر. يا زمن، طبعا أنا أتفق معاك 100%، وهذا شيء ما يبقى له كلام. أكثر في البوليودي منتظرة، أنا قلت أنا سان كياك واحدة منهم. عفور درهم ولا درهم؟ درهم صح. أربعتاش يوسف مناكش الشادري وكامي كاتيكر خلاص انتهوا. من زمان تتكلم عن شو انت؟ ثمانينات. عفور أغاني درمندر، نعم صح كلام. أحمد دون، شوف فيلم جنوبي عجبك وتمنى أن يكون ريميك. وايد أفلام جنوبي عجبتني بس ما أتمنى يسوونها ريميك، خلاص لأن خلاص شفتها. سوبر ديلوكس حاليا عجبني وايد، فيلم جديد اللي ما شافه يشوفه بالنتفليكس موجود، فيلم تامل جميل جدا هذا الفيلم وذكي جدا هذا الفيلم. فين بتشوفه ما راح تتمنى أن يسوونه ريميك بالهندي، لأن يسوونه ريميك بالهندي ما بيقدر يسوون مثله، صعب، لأنه جريء جدا وصعب عليهم يسوون بهالطريقة هذه بوليوود. أنا أقولها بصراحة، إلا إذا كان فيلم مستقل بوليوودي راح يسوي مثله. مستقل يعني معناته ما يفكر بالربح. أحمد دون، شوف فيلم جنوبي. أوكي أنا جاوبتك، السلام عليكم أستاذ، الله يسلمك ياسر. آشا، أغاني السوبر ستار هرمندر وهل يخفى القمر؟ أشكرك، نعم صحيح كلامك. دي آخر سؤال، أفضل الثنائيات في بوليوود، زوجين أو ممثلين؟ ومشكور جدا أخوي حمد سؤالك، جوابه يا فوق اللي هو حن هاي الأغنية، هاي من دريم قال اللي هو هرمندر هيمالي، هم الأفضل ثنائيين في زيجات الممثلين. روز المار، أستاذ كأنه المصريين صاروا مثل الهنود، يحاولون يبعدون عن الكلاشات. نعم لا بالعكس، نازل افلامهم مع، اعتقد ما اعرف انا في مصر بالذات، هل عيد الاضحى هل راح تنزل كل الافلام مع بعض اللي هي ولاد رزق على خيال الماتا والكنز والفلوس مال تامر حسني؟ هل انا مش عارف ترى، اللي حد منك في مصر يرد علينا. وهل الحلاوه خلصت؟ أيام نفس السؤال، وش رأيك في خبر شاروخ خان لحقوق مسلسل؟ أنا أقول لكم مالي رأي في موضوع يعتبر لحتى الآن إشاعة ومو خبر أكيد. يا عفور هاي غالي الهرمندر، عيد مبارك كل عام بخير. بعد ما صار العيد يا ياسر، العيد بعد بكرة. عرفان خان، آخر أخبار عرفان خان شغال في فيلم يا 14 روسي اسمه إنجليزي ميديم اللي هو الجزء الثاني مال الهندي ميديم، من بطولته وكذلك في كارينا كابور دور ضيف شرف أو دور يعني ممكن نقول دور شرفي جيد، وراتيكا مدن اللي شفتوها فيلم بتاخة واللي شفتوها فيلم مرتكو درد نهي هوتا راح تمثل دور بنت إرفان خان في هذا الفيلم.
ها وعليكم السلام. ها محمد محمود قصدي. هلا سنيدي والمال افلام كممثل نقول خلاص 14 يوسف. حتى الان سنيدي والمام صرح 100% هل راح يستمر ولا ما يستمر، بس انا متاكد انه راح يستمر لان وايدين دخلوا في السياسه واستمروا، امثال اميتا بتشن، امثال شادروغان سينا، امثال سونيل دات، جوفيندا راح ورجع، حتى درمندا راح السياسه ورجع، فمو معناته انه راح يوقفون التمثيل، راح اكيد راح يمثل، هذا مكانهم الاصلي اصلا. اللي بتري بك توقعاتك فيلم سرك اللي بيخي من اخراج مهندس بطوله علي بهات وبوجا بهات وديتا روي كابور سجدا. هذا فيلم راح يكون مفاجأة لأن أولا نحن مش عارفين شو ناوي يسوي مهيش بات مع هذه الفكرة ومع هذه القصة. ليش الفيلم من سنة 91، الفيلم من إخراج مهيش بات اللي وقف عن الإخراج من سنة 98، يعني شو راح يقدم الحين؟ قاعد يقدم ريميك أوكي، أو يقدم سوري الجزء الثاني من فيلمه المعروف، فشو راح يقدم؟ هني مفاجآت بتكون كثيرة، مفاجآت إن راح نشوف مهيش بات بالإخراج مرة أخرى بعد فترة طويلة، راح نشوف سرك اللي انتهى فيلم خلاص، انتهى في الجزء الأول إنه خلاص سجدد تزوج بوجة بات وياب طلعها من المأزق اللي هو بيت الدعارة. الحين الجزء الثاني شو بيصير؟ فالأحداث أكيد راح تكون على حسب أعمارهم بوجة بات وسنجدد في العمر هذا، وأكيد أليابات بتكون بنت بوجهبات أو شيء من هذا القبيل، والقصة راح تمشي بهالطريقة، بس كيف بيسويها مهشبت هذه المفاجأة. فأنا منتظر لهذا الفيلم صراحة وفارق الصبر. عفور عندها جمود كاترينا ياسين، ما هو رأيك في الراقصة المغربية نورة فتحي؟ رأي من أي ناحية ياسين؟ رأي من أي ناحية؟ رأيي في رقصة يعني شايفني أنا مدرب باليه ولا إنسان أحب أشوف الرقص؟ أنا بأشوف التمثيل. أوكي الرقص بعد لون من الألوان التمثيل، وهي رقصة جيدة عندها مهارات، بس يعني شو رأيي فيها بعد؟ ودي بروح قلت لي ما هو رأيك بالرقصة المغربية؟ هي يمكن تبقى تصير مثل هيلين، تعرفون هيلين اللي هي تعتبر عمة سلمان خان اللي كانت تعتبر راقصة في السينما الهندية في الستينات مشهورة جدا، بس كانت تأدي تمثيل أيضا وكانت تأدي أدوار قوية وكانت عندها يعني عندها أداء لا بأس، مش أداء اللي هو، فممكن نورة فتحي توصل لهالمرحلة ليش لا، بس يبالها تتقن اللغة الهندية صح، يبالها تتقن المشاعر التمثيلية صح في وجهها، مو مشاعر الرقص طبعا خلينا على جنب، يمتأدي أداء ما تكون مثل ما كانت في فيلم بهارات شو الأداء ولا كنا حاس فيه. أنا استغربت شفتها قاعدة ترقص بالي وفجأة شفتها متزوجة ويالسة، ليش يعني أساس أن الصورة تكتمل يعني بوجودها، فما عندي يعني بعد شو رأي بعد أقول لك عنه. سيمو لو كان شاروخان اشترى حقوق مسلسل البروفيسور هل فعلا ستكون رجعة قوية له؟ ما أدري، أولا أنا ما تابعت المسلسل عشان أكون صريح معاكم الأسباني هذا، بس سمعت عنه أنه مسلسل قوي ومعروف وكل الناس شافته. إذا كان الغموض ما المسلسل نفس الغموض الفيلم بتكون رجعة مو بحلوة صراحة بالنسبة للناس اللي شافوا هالمسلسل وبالنسبة للعرب والعالميين اللي يحبون شاروخان. شاروخان رجعته بتكون قوية متى يا جماعة الخير؟ بتكون قوية إذا مثل فيلم جديد خالص اللي هو ما يقدر يسوي غير راج كومار هيراني أو راك كاشاب أو وشال بهردوال، هالمخرجين يكون جديد من ناحية الفكرة، جديد من ناحية الموسيقى، جديد من ناحية السيناريو، جديد من ناحية المشاهد، وجديد من ناحية شاروخ خان الجديد، ما نجي نشوف شاروخ خان المعروف، فهذه الرجعة القوية تكون حق شاروخ خان. صالح أستاذ حمد هل شاروخ خان أنجح مثل في بوليوود؟ حاليا مش أنجح مثل في بوليوود للأسف، بس هو مشهور طبعا. اوكي فيلم اسطوري، مين فيلم اسطوري؟ ما فهمت انا. الله يعافيك عفور. ابو لجود ما حدا يجيب سيره فيلم عامر الجديد
ليش ما يجيبون سيرة؟ عم تسمع أغاني دار من دار؟ هي والله يفروحي. أحمد دون، أي في الأفضل برأيك، هم أبكي يكون ولا دل والد من الجانجي؟ أوه ماي جاد، هذا سؤال صعب. يا ابن جان، لا يا فهد، أسمع أغاني درمدر مش ميتة. السؤال هذا يا أحمد دون، أفضل حماب كيكون ولا دل والد من الجانجي؟ طبعا على ذيك الفترة أنا حطيت بوست عن هماب كيكون، أنا ما كان عجبني أول مشاهدة، ثاني مشاهدة، ثالث مشاهدة، رابع مشاهدة، صرت أحب الفيلم. عكس دل والد من الجانجي، من أول مشاهدة حبيت الفيلم هذا وظل في بالي. فهناك نعم، هناك صارت مقارنات كبيرة بين هالفيلمين بسبب النجاح الكبير اللي هو أول تايم بلاك بوستر، يعتبرون اثنيناتهم من الأفلام التاريخية اللي ما تنسي. هالسنة هذا كمل 25 سنة اللي هو هماب كيكون، السنة الجاية دل والد دون جانج راح يكمل أيضا 25 سنة من الذكريات. الفيلمين لهم ذكريات خاصة، هذاك ذكرياته فيلم عائلي، هذا ذكريات دل والد دون جانج فيلم رومانسي. فكل فيلم بحد ذاته يختلف عن ثاني من ناحية الفكرة، من ناحية الاهتمام. لكن لو قلت لي المقاييس الفنية مين أفضل، أنا أشوف دل والد دون جانجا أفضل نوعا ما عن أهم أبكيها كون، هذا اللي أقدر أقول لك عليه. رأيك بفيلم سوشانت وشاردة؟ خلي ينزل الفيلم بعد ما أقول لك رأي. أما إذا رأيي بالإعلان، الإعلان أنا شفته بين المتوسط وبين الجيد، وليس إعلان واو وليس إعلان سيء، بين المتوسط وبين الجيد فقط. 14 يوسف، كدهرم وشترو كثناي ولا دهرم كوينود؟ اوكي، دهرم وشترو كثناي هم جابوا افلام ناجحة مع بعض اكثر من دهرم وفينود كثناي، وانا اشوف دهرم وشترو. نعم، رايك بديبيكا حاليا؟ ليش ديبيكا حاليا وديبيكا سابقا؟ شوف فيها، هي ديبيكا سابقا وحاليا هي جيده جدا الممثله هذه، ورائعه جدا صراحه، وتعرف تأدي وتعرف تتجسد الشخصيات، وراح تفاجئنا بفيلم شباك، واحتمال كبير انها تاخذ الجائزه على افضل دور في حياتها ممكن يكون هذا الفيلم حاليا، اذا مثل ما تقولي حاليا يا ديب فافا. فار بوليوود، افضل ثنائي في بوليوود بالالفيات؟ اوكي، الحين دخلنا بالالفيات. ما ادري ليش انا احس فارون دهون واليفات لايقين لبعض، هذا انا عندي احساس كثير في هذا الموضوع. وكذلك يعجبوني رامبير كابور وديبيكا وايد امام الشاشه، وتمنيت لو كان رامبير سينغ وانوشكا شرما يتواصلون مع بعض في الشاشة، وإن شاء الله يرجعون في فيلم من الأفلام، لأن أحس أنهم مع بعض وايد أوكي على الشاشة. بس متى بنزل فيلم براد وليو؟ راح ينزل صبرينا في تاريخ 15 اللي هو يوم الخميس القادم إن شاء الله. فار بوليوود فان، رايك بتريلر فيلم شاردة وسوشان؟ قلت انا هل جاوبت عليه، لا هو قوي جدا ولا هو ضعيف جدا، هو ما بين المتوسط وما بين الجيد، لان مرات تحس في لمحه من 3 ايديتس وفي شويه ما اعرف شو اقول لكم، يعني ما حسيت انها في قصه جديده، هذا اللي شفته في الاعلان، اما يمكن الفيلم يكون شيء ثاني. لولي، توقعت صراحه انه فاشل لأن ما عجبني أداء شاروخان، والفيلم كله حسيت فيه مبالغات شوية، فيلم دلوالي يمكن بس الكليبات تشفع له. أوكي، رأيك في فيلم سوشان ما قلنا الحين ديب فام؟ شو صار بفيلم ديبيكا وعرفان؟ تأجل لحتى الآن هذا الفيلم، مش تأجل هذا الفيلم لحتى، يعني مثل ما سمعت أنه خلاص توقف، ما تصور أصلا لحتى الآن ولا نعمل فيه أي حاجة، فأعتقد توقف. صالح، أستاذ حمد، بالفعل سيقوم جوفيندا بعمل دور شرير في فيلم كوني نمبر 1 الجديد؟ لا مين اللي قال هالكلام؟ أي خبر وين يبتو؟ ناصر، أخوي حمد، شراك في ريتك بيسوي 6 بستة لحتى لا مش أكيد بعد، حتى هذا الخبر مبكين،
حتى هذا الخبر مؤكد. وعلى فكرة أنا أضحك على هذا هذه كلمة جدا رائعة يا ناصر، ذكرتني بشيء مهم جدا. يمسوا ريميك حق فيلم همة والا على ما أعتقد، سوى أجي ديفغن همة والا كان القديم والجتندر سيريديوي. ليش يقولوا ريميك حق همة والا؟ أصلا همة والا هو ريميك حق فيلم تامل، نفس الشيء فيلم ستة في ستة. ما لأمي تبتشن اللي بيسوي ريميك الحين، ما يندرى مين بيسوي ريميك. كان بيسوي ريميك على فكرة قبل 10 سنين سنجداد مع مادهوري والشلة هذا ولد شتي كابور ما أدري مين. فيلم ستة في ستة ما لأمي تبتشن ما الثمانينات أصلا هو ريميك حق فيلم أمريكي قديم معروف. فليش نحن أنا مستغرب من الهنود يقول لك ريميك حق، كأنه هم الحين حقوقهم هذه حقهم، هذا فيلم حقي أنا سويته. يا أخي اعترف يا أخي، قول الصراحة هذا ريميك حق فيلم قديم، مثل فيلم ستار زبورن ولا شو اسمه هو مال غاغا، ليدي غاغا، الفيلم الأخير هذا. هذا الفيلم الناس قالت هذا أوه نفس فيلم عاشقي، هو عاشقي أصلا هو سارقين من فيلم أمريكي اللي هو بنفس الاسم، فيلم ستار زبورن ولا whatever. هم شو قالوا؟ قالوا هذا الفيلم ريميك حق أول نسخة اللي سووه في نهاية الخمسينات، لأن النسخة هذه عادوها سووها في الستينات وسووها في السبعينات والحين سووها في سنة 2018. فهذا الصراحة يعني ليش تقول لي ريميك حق ستة في ستة؟ العميدي تتوقع فيلم ما شاء الله بطولة سلمان خان عليه وفهد اللي بينزل بعيد بيكون قوي؟ كل مقومات القوة موجودة، المخرج سنجيلا بنسالي، سلمان خان بطل البوكس أوفيس، وآليا بهت الفنانة المبدعة اللي تقدم أدوار جيدة جدا أمام الشاشة، فكل مقومات موجودة. الحين هل هالخلطة بتكون ناجحة بسبب الأسماء ولا بتكون ناجحة بسبب القصة والسيناريو والإخراج؟ هذا هو المنتظر. فالتيزر هو اللي راح يعني شوية يدخلنا في أجواء الفيلم وراح نفهم أكثر الفيلم كيف راح يكون. السلام عليكم خالد الزهري، هذه غنية وايد حلوة درامدر آجي موسم ويا. أنا الظهر عديت ما وصل فوق، الحين قاعد نسمع غنية ثانية. محمود يا ريت سأل حمد تسوي سلسلة عن رأيك بفيلم عن الذاكرة من الذاكرة مثل هماب كيكون. سويت حطيت الكتابة يعني اقروها كتابة يعني الناس مشكلة طلبت أكثر شيء عندي سين جيم، وسين جيم يتعب صراحة. ياسين رأيك يعني كونها راقصة عربية ومع ذلك لها شهرة في الهند؟ إيه ترى عادي يا أخي، لو في واحدة مثل شو المثل الجميلة حاليا موجودة في مصر، أي مثل مصرية حلوة تعرف ترقص بتروح الهند بتحصل شهرة على طول. شو ما يبالي شيء، يبالي معارف علاقات، أقعد شوية في جوهو ولا أقعد في منطقة شو اسمها هذه باندرا اللي عايش فيها سلمان خان وشاروخ خان، هذه المناطق كلها ممثلين تعيش فيها، تأجر لها مدة سنة سنتين شقة بمبلغ زهيد وكل يوم تسوي جوغينج رياضة على البحر هناك، بتحصل فنانين سينمائيين تتعرف عليهم وتقول ما أنا عندي موهبة في الرقص وأنا جميلة وكذا 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 وكذا، وبتشترك في النادي مال الجيم واللي يحضرون فيه النجوم الممثلين هناك راح تتعرف عليهم أكثر وأكثر، فهالعلاقات راح يجيب لها النصيب. طبعا هي يعني ما شاء الله يعني عندها القدرة في الرقص، فاللي عندها قدرة في الرقص وهي واحدة جميلة عربية بتوصل هناك وتعرف شوية تحب الهنود وتتكلم هندي وهذا راح توصل. ما أعرف ياسين أنت وايد مهتم فيها الظاهر. ناصر برايك أخوي حمد مين مثلين يقدرون يدون دور قادر خان في فيلم كولي نمبر؟ أوكي كولي نمبر 1 دور قادر خان صعب صراحة، يعني ما أعرف مين اللي بياخذونه في هالدور، فريش راهل مثلا. أنا أشوف بامن إيراني بيليق عليه هذا الدور، بيسويها صح، بيضحكنا وايد أمام الشاشة. لازم تتابع مسلسل بروفيسير، ما في وقت أتابع مسلسل هذا الحين. فار بوليوود رايك بعلي عباس وكبير وسنجي ليلى؟ علي عباس أنا أشوفه مخرج عادي،
ما عنده أدوات فنية جيدة في الإخراج. كبير خان جيد في الإخراج، مرات شوية في السيناريو ما يقدر يضبط السيناريو صح، لكن هو عنده الأدوات الإخراجية. سجل بهنسالي هو أفضل منهم اثنين. ياس تراب الماس أو فيل الأزرق تراب الماس. تراب الماس إذا كان قصدك فيل الأزرق الجزء الأول أو الثاني، فإذا فيل الأزرق الجزء الأول فيل الأزرق. أحمد دون أخذ حقوقه مسلسل بروفيسور، مش معناه أنه راح يمثله أحمد دون. زين هو ما عارفين إحنا أخذ ولا ما أخذ، خلي إيه خبر أكيد. 14 يوسف إذا كان الممثلين بهارت وكبير سينج نزلوا في نفس التوقيت هل سينجح؟ نعم نعم سينجح شاهد، لأن السينما الهندية الأفلام اللي تنزل فيها ما تعتمد على اليوم الأول ولا الثاني، تعتمد على اليوم الرابع. من بعد اليوم الرابع الفيلم يثبت وجوده وهو الفيلم اللي ينجح. المثال كالتالي، في سنة 2017 نزل فيلم بادشاهو مال أجي ديفغان وإمران هاشمي، فيلم كبير ضخم يعتبر، ونزل فيلم جدا ضعيف مثل النملة اسمه شوب مانجل سافدان مال أيشمار كورانا، و اللي هي شو اسمها الممثلة هذه دائما أنسى اسمها، مثلت معه في فيلم دم لقاكي هشة اللي كانت متينة صارت ضعيفة، بنديتكر. المهم أول افتتاحية بادشاو ضرب ضربة قوية، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم هذا الفيلم ما حد يدري، ما حد درى عنه. رابع اليوم طاح طيحة قوية بادشاو لأن الفيلم كان سيء، وهذا الفيلم ارتفع وصل لمرحلة أنه يكون سوبر هيت وعدى حتى أرباح سمونه فيلم بادشاو، تخيل. فالموضوع مو موضوع ان هذا بينزل مع هذا وهذا نجم كبير وهذا يوم العيد وهذا معرسمونه، لا لا، الموضوع هو اليوم الرابع شو بيسوي. مثل ما قال أمير خان انه هو بالنسبة له 3 ايديتس يعتبر اكثر فيلم ياب ارباح، ليش؟ ان ارقامه كانت تزيد خلاف اليوم الاول، يعني يوم الخامس كان اكثر من يوم الاول، اليوم ال15 كان اكثر من يوم الخامس، اليوم ال20 او 25 كان ارباحه اكثر من يوم اللي هو 15، فهذا يعتبر هو الربح الاقوى الاكثر، فهمت علي؟ فهذا جواب لسؤالك ابو شو يقول لك سؤالي ليش ما في حدا بيجيب سيره فيلم عامر خان الجديد؟ ليش ما حد يجيب سيره عامر خان الجديد شباب يا جماعه الخير؟ ليش ما في حدا يسأل عن أمير خان؟ يسألني عشان أنا أجاوب عليه. الله ينور بيامك S23 مرحبتين. جديد عامر خان، جديد عامر خان اللي هو بينزل ريميك حق فيلم فورس جام، والفيلم في التصوير شغالين وراح ينزل إن شاء الله في كريسمس السنة الجاية 2020. بعيد والله. روز لامر فيلم ولاد رزق 2 أو فيل أزرق 2 ومين الأفضل برأيك ومين إرادته أقوى راح تكون؟ انا اعتقد ولاد رزق راح تكون ارادته قويه جدا، الفيلمين جيدين، الفيلمين جيدين، وانا ما راح احرق الريفيو مالي اللي بنزله باكر مال ولاد رزق عشان تعرفون مين الافضل، مع ان انا اشوف الاثنين في سير خط واحد من الاهميه والنجاح. سيمولين هل شاروخ ما زال يعاني من الاكتئاب بعد فشل فيلم زيرو ولا يحب انه يدخل في عمل جديد بسبب فشل؟ لا ما عنده اكتئاب، مين قالكم عنده اكتئاب؟ حد يعني هو يريد، هو قاعد يسوي شيء زين ذكي صراحه، مو بحلو انه على طول الحين يعلن، خلي الحين الناس شويه تشتاق له والشوق يزيد مع بدايه السنه، مع بدايه السنه يوم يقول في فيلم جديد يا سلام. فار بوليوود فان افضل ثنائي مع كاترينا رامبير كابور. ارم ليلى وين فيديو توب افضل افلام؟ توب افضل افلام اوه هذا يباله وقت، لا هذا يباله وقت، 50 فيلم افضل 50 فيلم ولا افضل ما ادري كم من سنه 60 لسنه 2018، لا هذا يباله مجهود، فاصبروا علي ما اقدر اخلصه في يوم وليله. علي بهت عربك رايك بعلي بهت بعد ان اخذت خطوه الغناء وبعد فتره ستصدر البوم الخاص بها؟ لا انا ما اعرف عن هالخبر هذا ولا اعرف كيف صوتها عشان اقدر اعطيكم راي. عفور شو تتوقع الافلام سنجدد الجديده؟ سنجدد الفيلم الجديد هذا اللي بيمثله من انتاجه ما اعتقد انه بيكون فيلم قوي، سرك ممكن بس عشان المخرج.
شو رايك بثنائي شاهد ديبيكا؟ بصراحه انا اشوفه مثل ما سويتي، انا بعد اتفق معاك يا روس، ما بلايقين لبعض. لا ما ادري، ما احس انهم لايقين لبعض. شو تتوقع بفيلم اكشن الجديده؟ افلام اكشن الجديده وايد افلام عند اكشن. مش المنقل بيكون جيد نوعا ما، هاوس فول راح يكون فيلم يعني يا ارباحه كبيره يا يكون ارباحه تعيسه، لان هذا الفيلم بين هذا وبين هذاك. جود نيوز بيكون من الافلام ايضا الدرجات الوسطيه في النجاح، وليس الدرجه الاخيره اللي هي بيكون نجاح اكثر سورفنشي اكثر حاجه، او فيلم باتشن سينج مع شو اسمه هذاك بعد ممكن يكون نجاحه جيد. سوري، هل جاءت شاروخان عروض من هوليوود ولم يقبلها؟ لا ما جاءت له عروض. يا هلا ومرحبا ليلى. همة ولا ريميك كان كارثة صراحة. يا والله صالح ما شاء الله عليك، الله يسلمك يا ناصر. 14 يوسف، أسباب فشل فيلم الفلفل الأبيض أو لم يكن المستوى المطلوب، ليش هو فشل؟ كيف عرفت أنه فشل؟ هل تشتغل أو هل تشتغل في البوكس أوفيس؟ 14 يوسف، الفيلم ما فشل أعتقد في البوكس وبعد شغال يعني. الله يعافيك يا ناصر. شاروخان، شوفي بعد شاروخان روز، بصراحة أشوف لازم يسوي ريميك، على الأقل نجاحه بيكون مضمون وبيرجع. لا لا، اللي يقول إنه يسوي ريميك الممثل ويكون نجاح مضمون، ترى هذا كلام مو دائما صح، يعتمد على الممثل اللي بيسوي الريميك. هذا الممثل شو تاريخه؟ راح نشوف في هذا الفيلم كيف بيأدي. فلازم شاروخان يسوي فيلم جديد مختلف عن أدواره المعهودة. العمادي مو بالعمدي يا أخوي حمد، والله أنا ما أعرف أقرأ ترى عدل، سامحني يعني. العمادي والنعم فيك. سيمو، شاروخان أشهر مثل هندي، رئيس أمريكا تحدث عنه واقتبس بعض احتياجات. أوكي عارفين هذا الشيء. محمود، مين تفضل أكثر، أنيل ولا ريشي كابور؟ أنا ما أحب هالأسئلة اللي تجي كذي، ما أعرف كيف. مقارنة ما بين أنيل كابور وريشي كابور، أنا يعجبني أنيل كابور السابق عن ريشي كابور السابق، حاليا يعجبني ريشي كابور الحالي أكثر من الكابور الحالي، هذا باختصار. صالح، أستاذ حمد، من سيقوم بدور الشرير في فيلم دابنج الجديد؟ لا أعلم ولا يوجد هناك أي خبر أكيد في هذا الموضوع. أحمد دون، أفضل 10 أفلام مصرية في تاريخ، في موقع ويكيبيديا، فيلم العزيمة، الأرض، المومية، باب الحديد، الحرام، شباب مربدين. شو رأيك بهالأفلام؟ كل أفلام جيدة، بس أنا أفضل فيلم عندي سواق الأوتوبيس، الكتكات، زوجة رجل المهم، من أفضل وأروع أفلام السينما المصرية عندي طبعا. و يعني أعتقد هالأفلام أيضا جيدة جدا، أفضلها تقريبا بالنسبة لي الأرض، جدا جميل هذا الفيلم. 14 أفلام سلمان خان يعرض فيلمه في العيد الفطرة، أتمنى واحد من مثله يغامر يعرض فيلمه، والله يا ريت. روز، فيلم بو يوري ولا فيلم سوبر 30 من الأفضل؟ سوبر 30 أفضل، أفضل بكثير عن بوري بالنسبة لي أنا، لأن فيلم أوري هو أصلا فيلم مباشر جدا للجيش الهندي. MRM، يمكن فيلمين جون وأكشن ينجحوا الاثنين، ممكن، ليش لا. ياسين، سيد حمد، أنا مو مهتم بها، أنا فقط لاحظ أن بعض الممثلات يلجؤون إلى أشياء مخلة بالحياة من أجل الشهرة، هذا فقط رأيي وشكرا. بعض الممثلات بس شو دخلهم في موضوع عمر فتحي؟ أنا هذا اللي ما فهمته. روز، سيد هارت ملهوتا راح يستمر بوليوود ولا نهايته مثل عمران خان؟ والله هذه هي النقطة اللي نحن خايفين منها، مش خوف يعني، بس إنه هو من مصلحة الكل، من مصلحة السينما، من مصلحة الفن، إذا واحد ما يقدر يؤدي ما يستمر، هذا شيء معروف، هذا هي سنة الحياة. ف يعني واحد بيقول لي فيلم من أفلامه الجيدة هو إيك فيلم، كان جيد دوره. أما فيلم بتقول لي فيلم كابور زان سن، أنا صراحة كابور زان سن كان أحسن واحد في هذاك الفيلم من بعد رشي كابور، كان عندي فؤاد خان. فؤاد خان كان دوره أقوى من سيدارت ملهوترا، لأنه هو قاعد يؤدي بشكل
أكثر روعة من سدارت ملهوترا اللي هو كان موجود بس ما كان أقوى منهم. هذا هو مشكلة سدارت ملهوترا، جامد ما تعرف تشكله، ما أعرف يعني في عنده هذا الجمود، ما أعرف. مع أنه فيلم Student of the Year أول جزء وايد توقعات كانت له، بس موضوع الوسامة موضوع هالأمور ما تستمر. ترى الوسام مش هي اللي تخلي الواحد نجم النجوم، مبدئيما لازم يكون في أداء. أبو لجود، نفسي أعرف ليش عامر خان وافق بعمل فيلم تاكز في هندستان. ترى اللي على الورق غير عن التصوير، فهو أيضا بعد ما تصور حتى كان خايف. اللي في الورق يمكن كان مكتوب بشكل الإحساس ذاك مختلف، فهذا هو السبب اللي خلاه يعني يقتنع بهذا الفيلم. مع أنه اللي أنا أعرف أن ريتيك روشن ما اقتنع بالسيناريو، كان هو أول اختيار، وتخيل أنه هو ما وافق على الفيلم وجات عند آمر خان. أحمد، توقعت الفيلم أحمد حلمي الجديد خيال ماتة. والله نحن كلنا منتظرين هذا الفيلم فارق صبر، لأنه مشتاقين لأحمد حلمي، وأحمد حلمي ما يوقع على فيلم إلا إذا كان فيلم فيه حاجة غريبة وحاجة جديدة على السينما وعلى أدواره السابقة. اللهم بس فيلم لف ودوران هو الوحيد اللي أنا أعتبر من الأفلام اللي في مسيرته الحديثة ما يتقارن مع أفلامه اللي هي الأفلام المختلفة، فأتوقع أنه بيكون شيء مختلف. اسم الأغنية اللي تسمعها وايد أغاني عفوا ما أعرف الحين حاليا أسمع أغنية جرس. أنا ناصر، رأيك أخوي حمد فيلم ريتيك أو تايجر القادم؟ والله فيلم ريتيك وتايجر أنا سويت له ريفيو للإعلان، شكل الإعلان أنا ما شفت فيه شيء جديد في الإعلان. لازم يجيبون واحدة لابسة بيكني، لازم يجيبون واحد معضل يلاحق معضل، ولازم برقصون مع بعض. ما في شيء جديد أنا أشوف في هذا الإعلان. ما شو اللي بيكون الجديد؟ بنشوف الإعلان الرسمي كامل، القصة بنعرف هذيك الساعة. اللهم نعم الفيلم راح يكون فيلم استعراضي ومسلي، أمور كثيرة من هالأمور هذه. بس ما راح أخفي عليكم إني بقعد أشوف يمكن فاسن فيورس بنسخة هندية، ولا راح أشوف دهوم بجزء جديد. يعني شو الجديد اللي بيكون في الفيلم؟ هي الفكرة الأساسية اللي راح في النهاية راح تكون هي الفيصل، والفكرة هي اللي راح تخلينا نقول إن هذا الفيلم جديد أو يشاهده ولا شو بيكون فيه داخله. فرأيك من مثلين كاترينا أو جاكلين أو سونم؟ اللي أنا أشوفها سونم كبير أفضل. بتقولوا لي ليش؟ لأن هي عندها دور قوي في فيلم نرجة، هذا مغطي عليه وايد أدوار اللي مثلوا كاترينا. جاكلين عدلا جاكلين حدث ولا حرج، ما عندها أي دور ينذكر. هلا كاترينا ينذكر لها دور نيويورك وحاليا بهارت. أبو لجيد، كاترينا كيف دخلت على خط الإنتاج؟ نعم، لأن في شركات الحين تشتري أفلام بمبلغ كبير مثل نتفليكس و أمازون، هذا العرض هناك، فأكثر مثل لو تلاحظون ينتجون للإنتاج بسبب هذا الموضوع الساتيلايت والأونلاين. هاب، سلام شيخ، إيش توقعاتك بشاهد كابور؟ هل راح يرتفع ويكون ويوقع أفلام جميلة، ولا راح يسقط له عادة بعد عودة قوية؟ هو ما عاد عودة قوية مثل ما سواها في فيلم كبير سن، كل عوداته كانت جيدة بس مش قوية، هذه عودة قوية جدا ومفروض ما ينكسر ولا يختار نص تعبان، لازم يختار نص قوي عشان يكمل، وأنا أتوقع أنه راح يختار نص جيد. أبو لجيد، شو قصة مشاكل فيلم هاوسفول؟ قصة معروفة، يوم هذيك الليات الله يسامحها وسوت بلبلة في بوليوود، تبى تقلد هوليوود أنه هذا تحرش فيني ما تحرش فيني، وكان واحد من المتحرشين نانا باتكر أنه هو تحرش فيها، ونانا باتكر ما حد يعرف عنه أي شيء، على مسكين بعيد عن الأضواء بعيد عن الأخبار الإعلامية، فكان هو واحد من الممثلين اللي مثل فيلم هاوسفول، هذا وحده طلعوا. وبعدين ساجد خان اللي هو مخرج الفيلم مال هاوسفول أيضا طلعت على قضية تحرش، طلعوه بسبة أن تدخلوا المخرجين مثل الفيلم أولهم على رأسهم الشيكومار اللي هو صديق ساجد خان، قال لا يا أخي أنا ما بمثل في هذا الفيلم إذا كان ساجد خان موجود. أنا أشوف هذا الشيء ما كان له داعي، يعني العمل شيء والأمور الشخصية شيء ثاني، وأنا دائما أقول هذا الكلام، انت بتخلط الامور الشخصيه مع العمل، هذه مشكله. الحين في مخرج فيلم سوبر 30 عليه قضيه بعد نفس الشيء، قضيه تحرش، بس عادي كملوا الفيلم وحطوا اسم المخرج، وانا اشوف ان اسم المخرج ساجد خان
في فيلم هاوس فول بينزل في ديوالي لازم يكون اسمه موجود، لانه اخرج تقريبا اكثر من 60% من الفيلم. المخرج اللي بعده جعفر خاد كمل الفيلم، فاسم ساجد خان لازم يكون موجود حفاظا على حقه اللي هو الحق الفني ماله. فهذا الشيء اعتقد ما راح يختلف عليه اي حد، ولا حتى ساجد نادي دوالا اللي هو منتج الفيلم، فاكيد راح يحطون اسمه. رايك الفيلم لكشمي بوم؟ في لكشمي بوم بعد صح. انا ما عندي راي الفيلم هذا لان سمعت الريميك، ما شفت الريميك. دون، وش سر خلافك مع صفحه ويست؟ اوكي دون، انا ما عندي اي خلاف مع اي حد، لا صفحه ويست ولا صفحه ايست ولا صفحه نورث ولا صفحه ساوث، انا ما عندي اي خلاف مع اي حد. انا قاعد اتكلم بشكل عام، لما نتكلم بشكل عام حطيتكم امثله ان الوحده تحط مثلا صور الممثلات او الممثلين بالموديل والشكل هذا، ان طالعين بلبس خاص او لبس شبه عاري، هذا شو بستفيد منه انا في الصفحه هذه؟ صفحه بوليووديه، هل هي صفحه من مجلات الاثاره؟ لا، هي مو مجله اثاره، هي صفحه بوليووديه تعطي اخبار بوليووديه. هل نحن اخبارنا انا اتكلم بشكل عام، حتى فيلم فير عندهم بعد في الانستغرام عندهم صفحه يحطون صور ما لها اي اهتمام، يعني يجيبوا لك ظهر واحد يقول لك قس هو من هو، يلا شغل مخك. ما اعرف انا، انت لو بتخصص صفحتك لبوليوود او لهوليوود لاي سنة كان، حاول تجيب اخبار مفيده وتجيب اخبار يعني مسليه بس فيها فايده في نهايه الامر، لا تحاول انك تطلع برا الفايده. وايضا موضوع الاشاعات، لا تجيبوا الاشاعات ما منها اي فايده. الإشاعات هذه إذا كان فائدتها في النهاية أنك أنت كمستمع أو كقارئ تستفيد في حياتك أنك ما تسويها وغلط وشذي، أوكي. أما أنت تيف إشاعة بس على أساس أنك أنت تثير المجتمع وتثير الناس وتسوي مشاكل ما بين الفانزات وما بين الفلاورز، هذه ما منها أي فائدة، ما راح تجيب أي نتيجة، راح تجيب بلبلة على الفاضي وهي عبارة عن فقاعة وراح تنتهي. فأنت ليش يعني، انا هذا الموضوع انا اتكلمت بشكل عام عن هالموضوع، وانا بظل احارب هذا الموضوع الى ما لا نهايه، الى الله يعطيني العمر قد ما اقدر. انا راح احارب كناقد فني واقول ان هذا غلط يا جماعه الخير، عندكم هذا الشيء هو الصح، عندكم هذا المطعم يسوي اكل وسخ يعور البطن وهو رخيص اكله، لا تاكلوا عنده، وهذا مطعم اي نعم شويه غالي بس اكله نظيف وصحي، وين تروح؟ بتروح اكيد اكل الصحي. فانا دائما بوجهك على المكان الصحي وبوجهك على المكان الزين والسليم على اساس مستقبلا حقك وحق عائلتك وحق الناس اللي تاثرون يكون هذا شيء سليم بالنسبه لهم، لان احنا ما نريد ناثر عيالنا على هالامور التافهه صراحه. اوكي فار، افلام بوليوود فشلت لا تستحق الفشل. افلام بوليوود على فكره الحين يا جماعه الخير 25 ثانية خلاص بخلص. نورة فتحي بتنجح في الهند تمثل تمثيل مورقص، نادى تقول هالكلام. مرحبتين روز على مين، فيلم جد. يا جماعة الخير أنا آسف 10 ثواني وخلاص، يعني بضطرني أسكر لأنه وايد أسئلة. السلام عليكم.